لكم فيديو جديد مشتات جديد من قناة أرينود. أنا هنرجع لكم بفيديو جديد هو مشتات لي للمدرسة. قبل ما بلش بالفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير واشتراك بالقناة، لا تنسوا فعل الجرس، تعملوا لنا فولو على الانستغرام والتيك توك. خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. كمان لكم اشي انه عملت انا فلوج مشتات المدرسة تلاقوه تحت بالصندوق الوصف، روحوا تابعوا وحطوا لنا لايك. اوكي هلا اشكم اغراضي. اول اشي عندي الوان فول ماستر 12 لون، في الوان كثير حلوه بقلبهم. ثاني شيء اللي إله حبر 8 الوان، انا بزين فيهم الدفتر كمان بكتب فيهم. عندنا هون قلم قصف، واحد اخضر واحد اسود ومعاه محاي صفراء وقصبه اللي بنعبي فيه. عندنا هون إله حبر 10 إله ازرق واسود واحمر. هذاي الشركة هاي الشركة كثير بستعمل لانها كثير حلوه، خطها كثير حلو تمام. وانا يعني انا اكثر شيء بستعمل قصف، بس هذا جبته سبير. الاقلام رصاص جبت فيه ازرق واخضر واحمر، فيه حوالي 8 الوان وبالرايه وبرده محايه، محايات كثير فيه. وعندنا هون صمغ او جلو، يعني زي ما بدكم، بس احنا بنسميه الصمغ. واحد ازرق وثلاثه احمر. وعندنا هون لزق، وهذا بنحطه بقلب اللزق يعني بكون اسهل علينا نقطعه للزق. لانه اسود. عندنا وردة مكبس، وعندنا هاي الاشياء تاني تكبيس يعني. جينا يعني كيوت هدول. وعندنا هون طوابع بنحط عليهم اسمنا، لونهم ابيض واصفر. عندنا هون ايه، عندنا كثير محايات حسيت مندمج. عندنا هون محايا السوداء انا كثير بستعملها، هالمحايا كبيرة وبضل معي لحوالي لفصلين. هاي المحايا عندنا هون برضه سبير قصف عشان إذا خلص نعبيه. عندنا هون أكيد إشي يا إخوان، أكيد شوفوا هاي لايتر صغير بوسع بقلب المقلمة. أنت هلا متحمسين للمقلمة مشتة، أنا بعرف بحب أنا أشوقكم. كثير صغار، في نهدي، لا لا مخي عن نهدي كثير على فكرة. عندنا زهري وبرتقاني وأصفر وأخضر، مو أصفر فسفوري بتحسوا أنتو تمام. افتح لكم اياه نخت الفسفوري. ماي جاد كيوت، شوفوا لونه. عندنا هون اشي ثاني كيوت، لقيت نوت. خليني افتحها معكم. في عندنا اربع الوان، عندنا فسفوري برتقاني زهري، هذا زهري بارد بتحسوا ما بعرف، واخضر. يعني الوان الضوء. ايوه الوان الضوء. اوكي وعندنا هون مقص اسود وبرتقاني، يعني لازم المقص يكون اسود. طبعا في الوان كثير بس حابه تجيبي الاسود على فكره. عندنا هون مسطره، هاي المسطره سلسله ايمت افتحها معاكم كيوت. اوكي عندنا هاي المسطره، شوفوا لما فتحت شوفوا مأكدها. هات تعالي من ايدك تفضلي. والله بتوجع. احنا عندنا بالصف مستر بيضرب بهاي، وانا كنت اعطيه اياها. والله كانت شريرة الصف. عندنا هون اشي اكيد تستاهل كياده. عندنا دبابيس، اول دفه اوكي كثير قاسي. بالغلط كنت افتح. اوكي اول اشي هذا للدفتر او الكتاب من علمه، مثلا انا وقفت على صفحه 100 وناسي قد ايه رقم الصفحه، هاي بنعلق فيها. في كل الالوان. خلي الثانية بس مش قادرة تفتح ابدا. عندنا هذول بخصوا شو اسمه؟ الحيطة. الحيطة. ايش خص الحيطة بالضبط؟ يعني ورق الامتحان اذا بدنا نعلقهم. يس هذا صح. بس الحيطة ايش خصها ما بعرف. اوكي. والشيء اللي بعده التالي هذا برضه برضه للدفتر. هذا برضه للدفتر. زي المشبك. ايوه مشبك. هذول دورت عليهم كثير بقلب المكتبه بس هلا ولقيتهم هون، سبحان الله دورت عليهم كثير ما لقيتهم. اوكي عندنا النوت او دفتر نكتب عليه مذكراتنا او ملاحظات. ملاحظات صح. هيا اسود لون المفضل طبعا مستحيل، ومن جوا مصفر هيك. اوكي برضه عندي مثل هذول بس لونهم نهدي. اول اشي كنت شايفه هاي، بعدين قالت ماما خذي هاي مع بعض كلياتهم جميعا، قلت لها حاضر ماما. وعندنا هذول برضه للورق
دبابيس دبابيس. عندنا هون لانش بوكس هيها. انا اول مره بجيبها مع يعني صريحه معك اول مره بجيبها هذا لانش بوكس، انه احنا عندنا مقصف. هلا المقصف افشن كورونا يا خساره. هيو هيك من قدام فتحه كبيره، قلت لكم جديد عليه ما مره استعملته. هيك جبته شفاف، انه هيك انا بحب انا يكون شفاف، ما بحب الوان. هيك كثير حلو. إذا علي صحية رسامة ترسم لنا عليه إذا بدها. نعيوني بس جانكوك إذا سمحتي. نعيوني. والدفاتر الدفتر كيوت عليه بوبي، شوفوا أكيتو. هذا مربعات، أنا جيب الدفترين. هذا الدفتر كتير كبير تمام، وبقسمه لنصين، يعني بقسم فيه ثلاثة، يعني مثلا رياضيات وعلوم وتاريخ وجغرافيا، بس انا مش متاكد كثير من المادات انه لسه ما حكوا لنا. انا جبت اثنين بس للاحتياط، جبت واحد عربي عادي. شوفوا يا مو اكيد علي نجوم، يعني هدول انا وعرين اللي بيكونوا بالفضاء هدول. انا وعرين وانتو مع بعض. عندنا هون الدوسيه او ملف الورق. واو. او ملف الورق للامتحانات، امتحانات او ورق. احنا كنا بديك السنه ناخذ كثير ورق، يعني انا هذا عندي واحد لونه زهري مليان ورق، بيجي على شكل كتاب. كل ورقه بورقتي. قصدك اذا عرفنا نفتحه بتكون معجزه والله. انا عندي مشكله كثير مع الاكياس. هيو هيك من قدام ومن ورا. اسود طبعا، اسود مستحيل ما يكون اسود يعني. اوكي هو فيه 50 ورقه او 50 اجلاد. لا مشتاق للمدرسة. هلا اجى وقت انا علمت عاد. انا شوي متضايقة فيها شوي لون بينك، بس حلو كلها تنسي. يعني هتتفاجئ ان انا ما بحب لون بينك ابدا، يعني ولا شوي. كل درجات الزهري سبحان الله. هي بس حلوة هاي، انا معها شوية زهري اعطتها هيك ستايل للمقلب. على جوا فيها قطن، مو قطن اسفنجة. ايفت عشان تكبر المقلمه. كبرنا هلا احنا كل هاي الاقلام تدخل بقلب المقلمه. قدام كثير واسعه، يعني الحمد لله وسع فيها كثير اشياء. يعني مثلا نحط كل هاي وسعت وزياده كمان. اوكي عندنا هلا المطره، شو ما اكلت عليها فيل نهديه، وهي كثير حلوه ومو كثير كبيره. ان انا ما بشرب كثير مي، بس يعني اذا لعبنا رياضه، اذا لعبنا انا بقول لكم اذا لعبنا رياضه بشرب مي. من هون هيك تتفتح، هي هيك هيك. اوكي نفتحها نشرب نشربها كثير منيحه حبيتها. والشيء المنتظر الشنطه. برافو كيوت. لون هيك كثير حبيته، انه هذا لون جديد علي تمام. وصرت انا يعني هذا اللون غريب كثير كثير لي تمام. ما علينا. الفيل اللي عليها بيشبه الفيل اللي على المطره. يس تمام. هي فيها جبتين من هون ومن هون. انا دائما بجيب يا بدون جبتين، يعني نحط فيهم المي، او بتكون في جيب وحده. هالمره في جبتين الحمد لله. الحمد لله يا رب. اوكي الى صحابين الطريقه. شوفوا لون اخضر من جوا، مو اخضر مثل لون تلفوني تهسي. فسفوري فسفوري. او تركوازي حتى. ايوه تركوازي كثير حلوه كبيره. وهون بنحط فيه الملف زي ما قلت لكم، الورق وهي الاشياء. والدفه هاي للاشياء اللانش بوكس او الاكل. لا اللانش بوكس تحت الاكل بنحطها انها كثير كبيره. اها يعني لما يكون عندي انا ما صح صح حتى بتحط فيها المقلمه احسن. بحط فيها شو اسمه سلاك منديل محارم معطرة ومنديل عادي طبعا، كفوف وهايجين وهايجين واربع كمامات يعني انتوا بتعرفوا مدرسه سبع ساعات، سبع ساعات نصف الكمامه ما بينفع انا بالنسبه لي. صح واسعه منيحه. انا كثير حبيتهم كل الشناتي. هاي الشنطه كثير حبيتها، يعني انا حبيت الاولى عندي السوداء بعدين بتبدل بتغير كمان.
انا حبيت كثير مشتاقه للمدرسه. اوكي بكون هذا احنا وصلنا لاخر الفيديو. اذا عجبكم اكتبوا لي تحت بالكومنتات اكثر ايش عجبكم. انا عجبتني الشنطه والهايلايتر والدفتر كثير حلو. اول ما شفته هيك اجت عيني عليه. حتى النظارات هاي بيت مو شاب طلع. اوكي جايز زي ما حكت عنود اكثر اشي عجبتوه من هاي المشتريات اكتبوا لنا تحت بالكومنتات. صح لا تحطوا لنا لايك وشير واشتراك بالقناه. لا تحطوا لنا فيلو لا تستعبونا بالانستغرام والتيك توك وبس. باي باي.